بعد ما شرحنا الديب فاشيا اوف ذا نيك ندخل ديبلي شويه على مجموعه السوفت تيشو ستراكشرز اللي فيها الماسلز والنيرفز والفيزلز. شلنا الديب فاشيا لقينا السايد اوف ذا نيك كان مقسوم الى تو بيج تريانجلز بعضله جايه من تحت لفوق. العضله ديت جايه من، هنتكلم على الاتاتشمنت بتاعها بعد شويه، العضله ديت جايه من الاسترنم والكلافيكل ومتجهة فوق رايحة ناحية الاسكال. العضلة دي بيسموها ستيرنوماستويد. العضلة التانية اللي من ورا اسمها الترابيزيوس ماسل. وجود الاسترنوماستويد والترابيزيوس هيقسمهم السايد اوف ذا نيك سايدز السايد اوف ذا نيك الى عدد اثنين تراينجلز. تراينجل من ورا بيهايند ذا بوستيريور بوردر اوف ذا ستيرنوماستويد ويسموها بوستيريور تراينجل. كان مثلث ايري على شكل مثلث محصوره بين الاسترنوماستويد والترابيزيوس. الترينجل الثاني يقع بين ذا انتيريور بوردر اوف الاسترنوماستويد والبيس اوف ذا ماندبل والميدل لاين اوف ذا فرونت اوف ذا نيك ويسموها الانتيريور ترينجل. الانتيريور ترينجل دي اسفيرزلي سب ديفايدد الى عدد اربعه ترينجلز او ثلاثه ترينجلز ونص. الأربعة تراينجلز أو الثلاثة تراينجلز ونص دول مين اللي هيقسمهم عدد ثلاث عضلات؟ العضلة الأولى هي جزء من الدايجستريك ماسل اللي هي البوستيريور بيلي بتاعها. العضلة الثانية هي الأنتيريور بيلي أوف ذا دايجستريك ماسل. والعضلتين الاثنين اتقابلوا عند الهايويد بون وربطوا مع بعضهم الانسرشن في الهايويد بون. العضلة الثالثة اسمها اومو هايويد. الاومو هايويد دي كانت لها اتنين بيلز، سوبيريور بيلي جاي من الهايويد بون وانفيريور بيلي ماسك تحت في الاسكابيلا. وجود الثلاث عضلات ديت هتقسم الانتيريور تراينجل الى عدد اخر من التراينجلز هنتكلم عليها بعد شويه. تراينجلز اوف ذا نيك زي ما احنا شرحنا من شويه قلنا ان المسؤول عن تقسيمها هي الاسترنوماستويد. الانتيريور تراينجل lying in front of the sternomastoid والposterior triangle lying behind it. دي الباوندرز of the anterior triangle. anteriorly anterior middle line posteriorly by the anterior border of sternomastoid. اما من فوق superiorly فكانت ماسكه في البيز of the mandible. posterior triangle الباوندرز بتاعتها من قدام بالposterior border of the sternomastoid ومن ورا بالanterior border of trapezius ومن تحت كانت الميدل وان ثيرد اوف ذا كلافيكل. دي كانت تقسيمه الاثنين تريانجلز اللي موجوده في السايدز اوف سايد اوف ذا نيك. الانتيريور تريانجل هنقسمها الى عدد اربعه تريانجلز بثلاث عضلات. الثلاث عضلات ديت هي الانتيريور بيلي والبوستيريور بيلي اوف ذا جاستريك مع السوبيريور بيلي اوف ذا اومو هايويد هتنقسم الى عدد اربعه تريانجلز. دايجستريك تريانجل وهنتكلم على الباوندريز بتاعتها بعد شويه. ثم التريانجل الثاني اسمها ماسكولار تريانجل. التريانجل الثالثه اسمها كاروت تريانجل. والتريانجل الرابعه اسمها سبمنتال تريانجل. الدايجستريك تريانجل التريانجل ديت هي المحصوره بين ذا تو بيلز اوف دايجستريك ماسل. ده من قدام ومن ورا. اما من فوق فكانت في البيز اوف ذا ماندبل. الماسكولار تريانجل دي كانت محصوره انتيريورلي بالميدل لاين، posteriorly be the superior belly of the omohyoid, posterior inferiorly be the anterior border of the sternomastoid. اما الكاروتيد تراينجل فكان الباوندريز بتاعتها انترو سوبيريور بالبوستيريور بيلي اوف ذا جاستريك، انترو انفيريور بالسوبيريور بيلي اوف ذا اوموهايود، posteriorly be the anterior border of the sternomastoid. واخيرا السبمنتال تراينجل اللي نص واحد منها بس يبان من السايد والتراينجل كلها تبان لما هنبص ليه نيك من الفرونت. فنجد ان انترو لاترالي عن ناحيتين اثنين هي الانتيريور بيلي اوف ذا جاستريك وبوستيريورلي هو او بوستيريورلي من تحت بتكون البوستيريور بوردر بيكون البودي اوف ذا هايويد بون. طيب علشان نتكلم على الترينجلز دي اريا في الجسم، الجسم بتاعنا متقسم لريجونز وكل ريجون متقسم لارياز وكل ارياز متقسمه الى بارتس وكل بارت متقسم الى بورشنز. الريجون بتاعتي هنا او الاريا اللي اسمها اي اريا موجوده في الانتيريور ترانجل